بيكم ورجعنا لكم تاني. معنا النهاردة واحد من الكتاب الصغيرين في السن، لكن عنده مجموعة مميزة جدا من الروايات والمؤلفات. أحمد خالد توفيق الأب الروحي لي. منورنا النهاردة الكاتب الجميل والمميز محمد سيد. أهلا بك يا محمد. أهلا بحضرتك، نورتنا النهاردة في نحن هنا. شرف ليا بجد، شكرا لحضرتك على التقديمة الجميلة دي. ميرسي يا محمد. أهلا بك يا محمد. زي حضرتك. أهلا بك. احنا النهاردة عايزين نتكلم على حاجات كتير. في البداية نعرف الجمهور نحن هنا ان انت من مواليد محافظة أسوان الجميلة زهرة الجنوب، وانك انت اتخرجت من كلية الحقوق، وهتحكي لنا بقى ازاي جت الحكاية دي، وازاي من كلية الحقوق لإيه لمجال الكتابة والتأليف. واتكلمنا عن بداياتك في دخول عالم الكتابة، وليه اخترت بالتحديد أدب الرعب. زي حضرتك الأول. أهلا بيك. أهلا بيك. حضرتك، أنا بدايتي كانت عن طريق السوشيال ميديا. بدأت كمدون بكتب قصص بتصير خيال القارئ شوية. في الحقيقة ما كانوش قراء بالمعنى الحرفي، هم كانوا 3-4 أصحاب. أصحابي دعم خواطر يعني كده، جبر خواطر. وكان والدي رحمة الله عليه ووالدتي. وبعد كده بدأت في الكلية نشاطات جامعية. كان في مسابقة للقصة القصيرة، قلت ليه لا، فبدأت كتابة القصة. كنتش اتخيل انها مثلا تحصل ان انا ابقى في المراكز الاولى، اخدت المركز الثاني. جميل. فدي كانت دخلت بيها مسابقه كمان. دخلت فيها مسابقه. مسابقه ايه تفتكر؟ لا، هي كانت مسابقه تبع الكليه، مسابقه نشاط طلابي كده للقصه القصيره. جميل. فبدات في كتابه القصه، والحمد لله اخذت المركز الثاني، ودي كانت اول جايزه ليا تحفيزيه. قلت ليه لا ما انزلش القصه ديت على الفيسبوك. وبعد كده رحت منزل القصة على الفيسبوك، لقيتها جابت عدد كبير جدا من لايكس وشير أنا ما كنتش أتخيله. وبقى في دعم من الجمهور كبير. بعد كده انضميت لدار نشر مميزة جدا اسمها دار الرسم بالكلمات. عملت أول رواية ليا كانت في 2018 اسمها فلنهرب. بعد كده عملت 2 مجموعة قصصية. كنت لسه في الأول رواية دي لسه في الجامعة؟ كنت لسه في الجامعة، كنت لسه في ثالثة كلية ما شاء الله. بعد كده عملت 2 مجموعتين قصصيتين زي اللي بكتبهم على الفيسبوك. كانت اسمها سلسله كده، اسمها سلسله حكايات العالم الثالث. نزلت منها حاجه اسمها الغرفه 77، مجموعه من 8 قصص. وبعدها على طول كان في معرض اسمه معرض الصيفي، نزلت برضو نفس المجموعه، كانت اسمها عادو، من سلسله برضو غرفه 77. واخر حاجه كانت 2020 روايه المقتص. ايه الجمال ده؟ ربنا يخليك. اللي ما شاء الله يعني سنك صغير ومشارك في معارض وعامل روايات كتيره ومشاركاتك كلها مميزه. ربنا يخليك. شيء جميل جدا. فخورين بيك جدا يا محمد على فكره. لطيف فعلا. محمد، عاوز اعرف منك احمد خالد توفيق الجميل بيمثل لك ايه؟ بصي، هو حضرتك في ناس انت عمرك ما قابلتيهم ولا هم قابلوك، بس بيسيبوا علامه جوانا. بالظبط. احمد خالد توفيق كان كده يعني، هو رواياته وبالذات روايات الجيب احنا تربينا عليها. دي كانت دعم ليا يعني، انا ببقى فخور ان دي لما البذره كده. بالظبط. ببقى فخور لما اكتب حاجه والناس بلاقيها منبهرين بيها، بحس ان ده فضل ليا من الكاتب الراحل الدكتور احمد خالد توفيق. يعني انت اتعودت من وانت صغير خالص ان انت تقرا الروايات بتاعته. بالظبط يعني، ودي اللي اثرت فيك. بالظبط يعني، بدات قرايه في الدكتور احمد خالد توفيق من سلسله اللي هي موجوده سنه 1994 دي، اللي هي اللي اتعملت فيلم ما وراء الطبيعه. ده انت كان عندك كام سنه؟ كنت صغير. لا كنت صغير، بس انا ما بداتش قرايه، انا بداتها في 2000. احنا كنا بنشتريهم، دي كانت بنروح قصور الثقافه عشان نشتري الروايات الجيب دي مخصوص. ودكتور برضو نبيل فاروق الرجل المستحيل. الله. لا ما تقولش هو راجل مستحيل. ما فيش طفل ما ترباش على روايات راجل المستحيل. دي فاكر المكتب رقم 19؟ بالظبط. لا ما تقولش. لا لا والله، لا دي صح. انا يعني بنت بس ليا في الحاجات البوليسيه والحاجات اللي فيها سسبنس دي. اجاسا كريستي بقى. اجاسا كريستي وإدجار إيلين. لا الحاجات دي فعلا احنا اتربينا عليها، ويمكن ده اللي خلاني اتجه لادب الرعب. ان ادب الرعب بيتميز بالاسلوب البسيط. يعني الاسلوب البسيط. لا استنى بقى. ادب الرعب يتميز بالاسلوب البسيط. بالظبط. انا عندي فكر ان اصعب حاجه كتابه الرعب. انا كوميديا هشدك، رومانسي هشدك، لكن رعب عشان يبقى مميز وشدك
ده كبيره قوي. لا هو اسلوب بسيط، هو سهل الممتنع. ازاي انت السهل الممتنع بالظبط، ازاي انت تقدر تخلي القارئ يتشد انتباهه ليك باسلوب تشويقي ما فيهوش برضه حته البلاغيه الثقيله شويه والاعتماد على المفاجاه. بالظبط، عنصر المفاجاه يعني عكس الادبات وبعض التفاصيل كده اللي تديها المخيفه شويه والحاجات دي بالزبط. شويه توابل كده علشان الإحساس يعلى. بالظبط، لكن انا بحب برضو حاجه تانية، انا بحب الادب الغربي شويه، ما التيمات اللي في الادب الغربي اي نعم هي موجوده فيها، تلاقي الزومبيز وال صحيح. خليني ارجع لك تاني يا محمد، بس اعرف الصور الجميله الروايات الجميله اللي معانا على الشاشه دي علق معايا كده الحاجات اللطيفه. دكتور رفعت اسماعيل، ما وراء الطبيعة، ما وراء الطبيعة. الوباء، الطبيعة موضوع وعبقري. دي حاجات دي ملهمة ليك يا محمد، الروايات اللي زي كده. اكيد اكيد دكتور رفعت اسماعيل ده احنا يعني زي ما قلت حضرتك في البداية احنا تربينا عليه، تربينا على اسطورة البيت واسطورة الفرعون، تربينا على حاجات كتيرة فعلا يعني. صحيح. دي حاجات شكلت ليا اصلا وعي ادراكي في حاجات تانية يعني. ده كان فعلا دافع ليا ان انا اكتب في الحاجات دي. جميل. طب انت قريت يا محمد طبعا روايه او مسلسل ما وراء الطبيعه. شوف، قريت الروايه نفسها وشفت المسلسل. بالظبط. صح؟ ايه الفرق ما بينهم؟ عشان اكيد خصوصيه عمل ادبي غير خالص لما احوله لمسلسل. بالظبط. العمل السينمائي بيبقى مختلف جدا عن الروايات، ودي حاجه يعني بديهيه. لان مثلا هتلاقي مثلا سلسله جيم اوف ثرونز لجون مارتن برضو مختلفه شويه عن الروايه. رونالد تولكن اللي هي بتاعت لورد اوف ذا رينج هتلاقيها برضو مختلفه. ده حاجه يعني بديهيه يعني. ان انت نجيب محفوظ ذات نفسه لما كان بيتفرج على الفيلم كان بيقول ان انا بتفرج على الحاجه والروايه حاجه تانية. ناسي التفاصيل. بس انا عايز اقول لحضرتك انا ما اهتمتش برضو بالاراء المصريه، انا اهتميت اكتر بالاراء الاجنبيه. جميل. يعني انا كنت بدخل على الهاشتاج بتاع ما وراء الطبيعه بارانورمال واليوتيوب، انا بلاقي الناس يعني منبهره بشخصيه رفعت اسماعيل ومنبهره بالقصه وحلاوه التمثيل. يعني معنى كلامك ان العمل الجميل ده وصل للعالميه. بالظبط بالظبط. تفتكر ايه العناصر اللي خليته فعلا يعمل الضجه دي؟ ليه المسلسل ده خاصه انه هو مغرق في الاصاله عندنا، ان هو فعلا بيحكي حكايه شخص مصري عنده مخاوف معينه بيعاني من صراع معين. بالزبط. طول حياته، عدم قدره شويه على اتخاذ قرارات. بالزبط. هو ده احساسك بضعف البطل، ان عنده مشكله فعلا طول الوقت بيحاول مش قادر يتغلب عليها. هو ده كمان يعني. انا عايزه اخد حضرتك في حوار تاني. ادب الرعب مش بس جن واشباح، ادب الرعب لازم يتميز، لازم انت تكون عارف النفس البشريه بتتكلم عن ايه، المخاوف بتاعت النفس البشريه. ده علم نفس بقى. بالظبط. طبعا. فادب الرعب يمكن اقوى الرعب، الرعب النفسي اللي انت بتقدر من خلاله تعبر عن النفسيه البشريه. يمكن شخصيه رفعت اسماعيل قد ما هي شخصيه معقده فيها انفعالات كتير، فيها ازاي الراجل ده بيتحط في مخاوف ديت هيتصرف معاها ازاي. هو ده اللي خلانا يعني نحس بتعاطف برضه مع الشخصيه. وكمان استاذ احمد امين ادى الشخصيه بطريقه شكل لطيف جدا، بطريقه مقنع. بالظبط. ما كنتش اتخيل ان هو يعني هو شخص يعني بيلعب الادوار الكوميديه، ما كنتش اتخيل ان هو هيعمل لا وجسد الصراع النفسي فعلا، ان هو يعني كطبيب يعني بيعترف بالعلم بس بالزبط. ومش عايز طول الوقت يعترف ان في ما وراء الطبيعه او خوارق. حاجه خوارق بالزبط. غير ماديه، غير ملموسه ومرئيه. فضل في الصراع ده طول الوقت وبيحاول فعلا يثبت لنفسه والاخرين لا مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها كده فعلا. هو يعني زي ما قلت حضرتك احمد امين ابدع كمان في رسم الشخصيه، وده كمان اللي لاحظته في التعليقات الغربيه. يعني الناس كانت في الناس اللي خافت، في الناس اللي ضحكت، في الناس اللي منتظره جزء تاني اكتر. يعني انا خفت بصراحه. اصعب مشهد حسيته في المسلسل؟ اصعب مشهد بتاع شيروز اللي هي انهي بقى اللي هو بتاع لما كان هي في الاخر في الاخر
يعني ده المشهد دوت يعني حسيت فيه بخوف. انا ما بخافش، انا من عادتي ان انا مش بخاف، بس المشهد ده اثر فيا يعني شويه. ان هي احنا طول الوقت فاكرينها بتأذيه وهي طلعت انها بتحاول تساعده وتنقذه. وهتدفع ايه يعني؟ محمد انت بتنزل قصص على السوشيال ميديا صحيح؟ بتنزل كل قد ايه وفكرتها عن ايه؟ قصص كل يومين تقريبا. بنزل قصص كل يومين تقريبا، لان انا التزمت ان انا انزل للناس دي كل يومين. كل يومين. الموضوع ده مش مرهق جدا بالنسبه لك؟ والافكار بتصحيها ازاي بتقدر تعمل كده؟ هقول لحضرتك حاجه، انا مقتنع بحاجه، الكاتب عامل زي الموبايل، الموبايل بيتشحن، انت لازم ككاتب تقرا، انت الشحن بتاعك القرايه، انت تقدر تقرا كتير، هتقدر توسع المدارك بتاعتك اكتر، هتقدر تكتب اكتر. فهي دي الفكره اللي انا مؤمن بيها، كل ما بقرا اكتر بتديني توسعات لافكار كتير. فالحمد لله يعني، غير كده ان انا ملتزم مع الناس دي، الجمهور يعني اللي داعمني ده، ان انا خلاص بقيت اتعودت بقى يا محمد. بالزبط. يعني بالزبط. انت بتقدر تواكب انك انت كل يومين تنزل للجمهور حاجه جديده. بالظبط. احساسك بالالتزام بيخليك تجهز الحاجه دي. بالظبط. حتى لو انا هنام خلاص، لا انا لازم كل يومين لازم انزل القصه دي، لازم انزل لهم قصه معينه عشان خلاص. ده في حاجه معينه يا محمد سمعت مع المشاهدين؟ انا اقصد على السوشيال ميديا، متابعينك مش المشاهدين، سوري. المتابعين على السوشيال ميديا، في حاجه معينه كتبتها وعلمت قوي وجالك عليها كميه كومنتس؟ مثلا تصحى وتنام تلاقي كومنتس كتيره 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 على الحاجه اللي انت كتبتها دي. حاجات كتيره قوي يعني. في قصص كتيره قوي يعني. في قصه اكتر حاجه فاكرها؟ اكتر حاجه فاكرها كانت قصه كده عن العوالم السبعه. يعني ليه افرض نفترض ان كل واحد ليه عالم موازي شخص ليه تاني، في كذا عالم يعني، دي نظريه موجوده. نظام بقى انا قرينك يا زوامي والحاجات دي ولا ايه بالظبط؟ لا لا لا، هي كانت قصه خيال علمي شويه يعني، مش خيال علمي يعني. ربنا يجعل الكلام ده خفيف عليهم. نظام بقى كل واحد يمسك كاميرا يا جماعه كانت قصه فانتازيا شويه يعني، لان انا برضه انا بحب النوع الفانتازيا شويه يعني، بدمجه احيانا كتيره في الرعب. يعني انت فعلا تلميذ لاحمد خالد توفيق. ده حاجه شرف ليا والله. ماشي على خطاه فعلا يا محمد فعلا. وده المجال اللي انت بتحس نفسك فيه. بالظبط. وبتحب تبدع فيه. بالظبط. وكمان خطوه المسلسل انه يتعمل، دي حاجه تخلي شركات الانتاج كمان. ده السؤال بقى. ده السؤال بقى. هل ان انت شفت النجاح المبهر بتاع تحويل الروايه لمسلسل ما وراء الطبيعه، هل ده شجعك ان انت تعمل كده مع رواياتك؟ بالظبط. هو ده زي ما بقول لحضرتك، ده هتلاقي ان شركات الانتاج كلها هتبص بصه بقى على ادب الرعب. مع ان ادب الرعب دلوقتي هو الاكثر رواجا يعني، هتلاقي كتير من الكتاب بتكتب ادب رعب، بس احنا ما عندناش الثقافه ان احنا ننتج الافلام بتاعت الرعب زي الثقافه الغربيه. فده هيدي تشجيع اكبر ان احنا ننتج الافلام دي. وكمان مش بس سلسله ما وراء الطبيعه، انا لسه قاري خبر على شاهد ان السلسله بتاعت برضو دكتور احمد خالد توفيق 207، الغرفه 207. غرفه 207 ده احتمال فعلا يحولوها شيء برضو جدا يعني، مسلسل. ما وراء الطبيعه كان البذره بقى. بالظبط. البذره. بالظبط. وكمان اللي هيكتبه دكتور ابراهيم يعني. جميل. دي حاجه، هو كمان تلميذ دكتور احمد خالد توفيق، فلا دي حاجه جميله يعني. محمد انت من اسوان. تمام. اسوان اثرت عليك في كتاباتك؟ ظاهره في كتاباتك ان محمد من اسوان؟ فلنهرب فيها كتيره من اسوان. جميل. طيب الروايه الجميله اللي معايا دي فلنهرب، اول حاجه عايز اسالك عليها، عنوان اي روايه بيكون اصعب حاجه في الروايه؟ بالظبط. انا لحد دلوقتي الروايه الاخيره هي طبعا مع دار كويسه جدا اسمها دارك للنشر والتوزيع، من اكبر دور في مصر. يمكن احنا خلاص خلصنا الروايه، كل الفكره ان احنا عايزين اسم للروايه، لان الاسم يعتبر نص العمل. مين اللي بيختار الاسم بقى يا محمد؟ انت ولا الدار النشر نفسها ولا أنا سوا؟ انا بختاره سوا. انا اللي بختاره. بس برضو في نفس الوقت انت بتحاول تسمع وجهة نظر دار النشر. يمكن ليها، لان هي برضو الدار هي اللي ليها العنصر التسويقي والتوزيع، فانت برضو بتسمع الافكار بتاعتهم. بس زي ما بقول لحضرتك، الاسم ده شيء مهم جدا في الرواية والكفر كمان.
يعني انتوا بتقعدوا مع بعض قاعده بتتفقوا مع بعض انت عايز ايه وهم بالزبط. بينصحوك بايه وتوصلوا مع بعض لحل وسط. بالظبط. جميل. تختاروا الاسم. الروايه الثانيه يا محمد الجميله دي، ايه الروايه دي بقى؟ دي المقتص. المقتص يعني ايه يا محمد؟ المقتص. حد بينتقم من حد؟ بالظبط، هي جايه مش من الانتقام، جايه من القصاص. الروايه ديت ليه كده يا محمد جايه من القصاص ليه كده؟ هو قصاص حد عمل حاجه وحشه فخد جزاءه بقى. تمام. بالظبط. حتى الغلاف لذيذ جدا برضو. الصوره هي الغلاف ده عاوز افهم ايه محتوى الصوره مع هو الاسم. هي الروايه دي رعب نفسي شويه، مش رعب اللي هو القوطي او المعوي، لا ده رعب نفسي. الرعب النفسي ده فيها برضو رساله، لان انا مؤمن ان ممكن في كل الاعمال لازم تحط رساله حتى لو الرساله مخفيه. فالروايه دي كانت عباره عن دكتور نفسي بيعالج يعني بيعالج مرضى وكده، وهو بيعاني برضو من حاله نفسيه كبيره جدا من اثر مشكله قديمه بين والده ووالدته حصلت له وهو صغير. فهنا الروايه هنا بتتلعب بدور تاني. انا هسيبها لحضرتك وان شاء الله هستنى رايك يعني فيها. الكتابه يا محمد بتكون محتاجه موهبه ولا دراسه؟ الاثنين. الكتابة أهم حاجة تكون عندك الموهبة، لازم الموهبة. في البداية أن أنت تبقى موهوب، لكن بالزبط. لازم تشوف بقى تقدر تدرس إيه وتتعلم إيه وتتلمز على إيد مين بالزبط. وتاخد مين قدوة ليك، زي ما أنت أظن واخد دكتور أحمد خالد. دكتور أحمد خالد توفيق هو بالزبط. القدوة ليك بالزبط. طب أنت نوع الكتابة اللي بتحبها الرعب؟ أن نوع الكتابة اللي أنا بحبها زي ما قلت حضرتك الرعب والفانتازيا. والفانتازيا. ثقافتنا يا محمد الشرقية إلى حد ما زي ما قلنا من شوية إن مفيش فيها قوي ثقافة الرعب، زي بقى الثقافة الغربية زومبي ومصاص الدماء. بالظبط. إحنا آخر حاجة وصلنا لها بصراحة أبو رجل مسلوخة. ولما اتطورنا قوي عملنا منى الغولة، يعني هو ده آخرنا بصراحة. لا دلوقتي في ما وراء الطبيعة النداهة بقى في النداهة. أيوة. في الحاجات دي. هو إحنا في الـ في الـ في الأدب الرعب عندنا الرعب الشرقي المصري. الرعب الشرقي بتاعنا. الرعب الشرقي معتمد برضو على الكرة والدجالين والصحراء. بس ده مش انا مش بعترفه مش 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 فاكر مش عايز اقول مش بعترف بيه قوي. ايه فاكر سحرة الجنوب المسلسل؟ سحرة الجنوب عمل شغل جميل. كان جميل. كان جميل جدا. كان فعلا حلو. كان جميل. لا كان ممتع وكنا بنخاف بصراحه. لا انا كنت بخاف منه. لا انا تتحول. انت كنت بتخاف منه؟ انا كنت بخاف منه. والله لا اشك انك كنت بتخاف. لا والله كنت بخاف منه. ده انت مقتص وحاجات صعبه قوي. وكفر دلهاب برضه. كفر دلهاب جميل جدا يوسف الشريف. يعني هو ما يعتبرش رعب قوي، بس هو عمل يعني هو يوسف الشريف شخص ابداعي يعني. فكفر دلهاب من الاعمال المميزه يعني. جميل. محمد نورتنا النهارده، وعايزه نصيحه منك كده لاي حد بيكون مبتدئ في الكتابه يعمل ايه؟ في مبتدئ في الكتابه عنده موهبه بس يثقلها ازاي؟ بدراسه بقرايه كتير؟ لازم القرايه شيء مهم. لازم تقرا، لان عشان القرايه بتخليك تفتح المدارك بتاعتك، بتخليك تقدر تعبر اكتر باسلوب تاني، بتخليك تقوي السرد بتاعك، اللغه البلاغيه بتاعتك. فالقرايه مهمه، بتديك افكار تانيه. بتوسع مداركك في كل بالزبط. حاجه. صحيح. بالظبط. ومش شرط انك تقرا في مجال واحد، يعني ممكن كل بالعكس تنوع اكتر. مجالات متعدده. بالزبط. في الاخر كله يعني هتوصل في وقت ان انت بتستعمل المعلومات دي في وقت انت مش ما عندكش وقت ان انت تقرا والمعلومات جاهزه وحاضره عندك. بالزبط. فكله بيخدمك فيما بعد. طب محمد كلمه اخيره توجهها للشباب النهارده اللي شاغلين وقتهم كله بالفيديو جيم واللعب وحاجات يعني قلتها احسن وتضيع للوقت وممكن تصيبهم بامراض نفسيه ومشاكل وبتضيع وقتهم، تقول لهم ايه علشان يعرفوا قيمه القرايه وقد ايه فعلا انها بتفتح عوالم تانية ومدارك تانية وبتشغل الوقت بحاجة مفيدة فعلا؟ تقول لهم ايه؟ هو الفكرة كلها في تقنين الوقت. احنا مش بنقول ان انت ما تلعبش، لا العب. بس اقرا. القراية زي ما قلت حضرتك بتقولي هي بتوسع المدارك. وكمان في حاجة جميلة يعني بقيت الاحظها كمان، في حاجة اسمها تبسيط العلوم. الناس بقت كمان تبسيط العلوم. تبسيط العلوم لو حضرتك اكيد متابعة الدحيح، متابعة الناس اللي هي بتاعت بتقول الفيديو بتديك المعلومة بأسلوب بسيط. فأنت ممكن برضو تتفرج على فيديوز للناس دي، الدحيح، إيجيكولوجي، الناس دي فعلا يعني بتتعب برضو في المحتوى اللي هو المحتوى الثقافي. وزي ما قلت لحضرتك برضو القراية
زي ما انت بتقولي بتوسع المدارك، بتديك تطلعات اكتر. بالظبط، خبرات كتير قوي. خبرات كتير جدا. طب جميل. محمد، رساله تقولها للراحل احمد خالد توفيق، تقول له ايه؟ انا مهما اقول والله بجد مش هقدر ادي حقه، بس انا يعني انا متاكد ان هو دلوقتي مبسوط لان هو كان من احلامه ان المسلسل ما وراء الطبيعه يتعرض، لان هو يعني في 95 عرضوا على التلفزيون المصري واترفض، فدلوقتي بيتعرض على اكبر منصه يعتبر دلوقتي، وكل مستمتع بيها جدا. صحيح. اعتقد كمان رسالته وصلت، اتمنى ان يكتب على قبري جعل الشباب يقرؤون. وهو فعلا يعني امنيته اتحققت. سبحان الله، اسمه احمد خالد توفيق. سبحان الله. بنشكر الكاتب والاديب الشاب محمد سيد على وجوده معانا النهارده، نورتنا واستمتعنا جدا باللقاء ده. شكرا شكرا لكم اعزائي المشاهدين، والى اللقاء.